الحركة الشعبية كانت بداية كانت يعني بادرة من الجبهة الأمازيغية، أنه كانت معها بزاف تاع المبادرات جمعوية في بزاف تاع المجالات، وهاد الشباب اللي كيأطروا هاد الناس هادو تواصلوا معايا، وكانوا مرات عديدة أنهم طلبوا مني أنني نولج المجال السياسي عن طريق الحركة الشعبية، لأن بحكم الشراكة اللي عندهم معها. بعد تفكير عميق وبعد بزاف ديال الجلسات مع هاد الإخوان، قررت أنني ندخل لما لا نساهم في التغيير. هاد الكلمة تاع التغيير واخا أنها كبيرة، ولكن نساهم في التغيير أنه ندخل مركز القرار، ولما لا نساهم في الحل تاع بزاف تاع الملفات ديال الشباب إن شاء الله تاع المنطقة. وهي مدينة أكادير، هي يعني مدينة ديالي، مدينة ديال اللي كبرت فيها وزدت فيها وترعرعت فيها، كنعرفها يعني المدة ديال 42 سنة، كنعرف المشاكل ديالها، كنعرف الحاجيات اللي ديال السكان ديالها. ما كنقولش انه مليم بكل شيء، ولكن مليم بواحد النسبة كبيرة بالمشاكل والحاجيات تاع الناس تاع المدينة، اللي غادي نحاولوا ان شاء الله لما لا نساهموا كما قلت في الحل ديال الملفات الشائكة تاع المدينة ان شاء الله. ايوا رضوان جيد بطبيعته كومبيتيتور، يعني انا في طبيعتي انني اي حاجه دخلت ليها كنبغي نربح. هذا مجال جديد عليا صحيح، ولكن بحكم الناس اللي معايا والناس اللي عندهم تجربه، يعني رضوان جيد معاه ناس كثار اللي عندهم تجربه في هذا المجال، كنحاول انني نستفد من التجربه ديالهم. مدينه اكادير هذه حاجه ايجابيه، الا كانوا فيها ناس قويين وكنا كنتنافسوا حنا ناس قويين على هاد اربعه المراكز اللي كاينه بالنسبه اللوائح التشريعيه تاع مدينه اكادير، هذه حاجه ايجابيه. علاش؟ لانه غتعطينا واحد النخبه اللي غادي تدافع بشراسه على الملفات تاع المدينه، وان شاء الله كنتمنوا اننا نكونوا موفقين ان شاء الله لما لا نكونوا من هاد الربعه، وكنوعدوا الناس اننا ان شاء الله غادي نساهموا بالقليل ولا بالكثير في الانجاح ان شاء الله ديال المشاكل ديالهم. شوف الوعد كما قلنا احنا ما بيناش غدا يقولوا لنا الناس راكم وعدتونا وخلفتوا الوعد ديالكم. احنا اللي كنقولوا ان البلاد فيها سياسات، والحمد لله انه تحت لواء تاع صاحب الجلاله كاين بزاف تاع المشاريع اللي داروا في المدينه في اطار تاع التنميه المحليه. احنا اللي غادي نقولوا اننا غادي نحاولوا اننا نجودوا بعد الامور، نحاولوا اننا نعطيو حلول خصوصا للشباب، لان الشباب هي هذيك الفئه اللي شويه ولات عازفه على السياسه، ولات شويه كتبان لها السياسه شي حاجه اللي هي مكروهه. غادي نحاولوا اننا لما لا نساهموا اننا نحاولوا نرجعوا الشباب للسياسه ونساهموا في التنميه تاع مدينه اكادير ان شاء الله. لا انا سي الزين صراحه من قبل يمكن تلاقيته مره ولا جوج، كانوا في ديزيفينمون ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بحكم الصفه ديالي كحكم دولي في اللعبه، ولكن ما كان عندي ان كونتاكت ديريكت مع سي الزين، وما كان عندي ميم ان كود تليفون بيني وبينه. صراحه كنت بعيد على السياسه وبعيد على الحركه الشعبيه. هو اللي كان كما قلت لكم كانت طلب من الشباب ديال الجبهه السياسيه الامازيغيه، وكانت استجابه من عندي، وكنتمنوا ان شاء الله نكونوا موفقين ان شاء الله في هذا الاطار. او دابا هذاك الكلام لا هذا الكلام ديال انه الحركه الشعبيه بغات تحافظ على منصب في وزاره الشباب والرياضه، وهذا انا بالنسبه لي لا اساس له من الصحه، لان كما قلت لك رضوان جيد جاء عن طريق واحد طريق اخر ديال كما قلت لك تاع العمل الجمعوي ماشي ديال العمل السياسي. لهذا حنا كنقولوا انه لما لا، ولكن ما كنشوفش راسي كوزير، وانما كنشوف راسي كفاعل سياسي مجتهد في مدينه اكادير باش نعطي حلول للساكنه ديال مدينه اكادير. صحيح انا بحكم انا يعني القرب ديالي من الرياضه، يعني غادي نقول انه كاين بزاف ديال الامور اللي عندها خاصها يعني اهتمامات، تكون اهتمامات خاصه، لان الشباب كما كنقولوا غنرجع وغنقول الشباب انه في واحد النسبه كبيره من الشباب عندها اهتمام كبير بالرياضه، ومالوروزمون في المدينه باقي الحمد لله عندنا حويجات، عندنا بنيات، عندنا هذا، ولكن باقي كيخصونا حويجات. هذا الشيء غادي باش ما ندخلش في الاطار ديال العمل ديال الجماعات وديال الجهه، ولكن غادي نقول لما لا اننا نساهموا
ولو بالافكار ولو بالتوعيه ديال بزاف تاع الامور باش نفيدوا ان شاء الله الشباب في هذا الاطار ديال الرياضه ان شاء الله. انا بالنسبه للناس تاع اكادير كنقول لهم رضوان جيد ولدكم. انا دخلت لهذا المجال تاع السياسه باش نحاول انني ما نبقاش انا غير كان كريتيكي من برا، كننتقد من برا، كنحاول انني نقدم اللي في الاستطاعه ديالي حاليا في داكشي اللي كنعرف، وان شاء الله الى جاب الله يسر الله وكانت الامور الحمد لله مشات في الطريق اللي بغينا، ان شاء الله غادي نحاولوا اننا ان شاء الله ننجحوا المدينه لما هو افضل ان شاء الله بحول الله.